ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا سمعت ان انت اخر الحرافيش في مصر، صحيح المعلومه دي؟ ان شاء الله. اه، ايه حكايتك مع الحرافيش؟ لا انا من الحرافيش كلهم بتوع نجيب بيه طبعا معظمهم توفى، انما في الاخر كان في بقى حبه في اسكندريه وحبه في القاهره، مش هم الحرافيش الاصليين. اخر من توفى الحرافيش احمد مظهر وتوفيق صالح، دول اخر اتنين كانوا مع نجيب بيه. انما كلنا بقى جيل ده جيل تاني، انما الجيل القديم اخرهم كان احمد مظهر وتوفيق صالح، ده اخر جيل. فانا بالنسبه لاسكندريه انا اخر واحد كنت قريب منه جدا، اخر واحد، لان عرفته انا في الاخر سنه 89، والاغلبيه اللي قاعدين كلهم عارفينه قبل مني، فبعتبر نفسي انا اللي بقول على نفسه اخر واحد، مع اني كنت قريب منه جدا 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 جدا، والجميع يعلم ذلك سواء في القاهره او اسكندريه، عارفين مكانتي عنده وعارفين انا فين عنده، الحمد لله. فانا عشان كده بقول نفسي اخر واحد، لان انا اخر واحد تعرفت عليه ونلت اعجابه، نلت حبه، نلت صداقته، الحمد لله. ايه ذكرياتك مع نجيب محفوظ؟ لا ذكريات بقى، ده كل موقف ذكرى، كل موقف، لان هذا الرجل يعني لما نحكي عليه مش هخلص، لان هو اللي بيتقال عليه او اللي قيل عنه غير 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 الحقيقه، غير ما هو. يعني كان لسه اختي بتتكلم معايا هنا، كان الشيخ الغزالي قبل كده قال له عود لصوابك واحنا نعفو عنك، فنجيب بيرد عليه قال له حاشا لله انا كاتب مسلم. والشيخ الغزالي الله يرحمه كمان لما نجيب بيه حصلت له حادثه في رقبته سنه 94، في اكتوبر 94، الشيخ الغزالي من الناس اللي راحوا له المستشفى ضروري. الشيخ الغزالي من الناس اللجنه الاولى اللي كانت رفضت مرات حارتنا، كان في لجنه شكلت ايام مرات حارتنا لما كانت في الاهرام، والازهر اعترض عليها، فشكلت لجنه الازهر وقالوا بس مش عاوزين طبعتها في مصر بعد ما هيك نزلها مسلسله في الاهرام. فنجيب بيه فجابوا حسن صبر الخولي، كان متحسن عبد الناصر، كان نجيب بيه بيشتغل معاه في نفس المبنى، قال له تعالى نجيب، قال له يا حسن بيه، قال له الازهر معترض على العمل بتاعك، فانا لا مع العمل ولا ضده، قال له لا يا حسن بيه خلاص سيب العمل. ومن يومها من 59 او 58 العمل لم ينشر في مصر الا بعد الحادثه، وبقى يتنشر في بيروت ويتباع هنا في الاسواق كده سرا كانه مخدرات، مع ان ده غلط، ده فكر، والراجل لا ملحد ولا كتب في الالحاد ولا حاجه خالص، ده راجل روائي، مش بيكتب تاريخ، هو ده بيكتب قصه، بيكتب ادب، ويكتب ملوش علاقه بالتاريخ هو، ها خالص والله. وظلم في هذا الامر ايامها نجيب بيه، والحصه 94 اتضرب في رقبته نتيجه لهذا العمل، مع انها بعد ما اتضرب طبعوها في الاهرام، وطبعوها في جرنان الشعب طبعه واحده كانت بجنيه كبيره، وكلنا جبناها طبعا، مفيش حاجه خالص. والراجل عاش بعد 94 الله يرحمه لغايه 2007، عاش عادي مفيش حاجه. ايه الذكريات اللي مش ممكن تنساها مع نجيب محفوظ؟ ما ذكريات لها كتيره، لان كل موقف معاه ذكرى. يعني رحت انا معاه مثلا، رحنا اتعشينا مره في ايدكو، كان عازمنا المهندس محمد زيتون عنده هناك، كان ماسك المزارع السمكيه في البحيره واسكندريه ومطروح، عزمنا عنده في ايدكو وعمل لنا وليمه كبيره جدا هناك بالليل، رحنا بالليل وكنا معانا كذا صديق نجيب بيه، اتعشينا مع بعض واحنا قاعدين، وبعدين رحت انا هو الحمام نغسل ايدينا، ده من الحاجات اللي، فدخل غسل ايديه وانا قفله على الباب، خلص وقال لي عندك شوق، دي من الفاظه على فكره، دي كان ليه الفاظ هو جميله، ما حدش بيقول عندك شوق دي، يعني شو من ضمن الفاظ، او لما يشكر حد يقول له تسلم عشت، ليه هو كده كلمات معينه كان على طول يرددها، وتسلم شكرا يا سيد، كان يخاطب الجرسون بتاع سان ستيفانو او كازن قصر النيل بكلمه يا سيد، عمره ما قال له انت، شكرا يا سيد. لدرجه ان كان بيقعد يدخن على الترابيزه نجيب بيه، بتبص علبه سجايره اللي خلص تحطها تحت العلبه الثانيه، ولما يجي قايم يقوم ياخد العلبه المليانه ويسيب الفاضي على الترابيزه،
لا يديها للجرسون ولا يطبقها ولا يرميها على الارض ولا يزعجها ابدا. كان دقيق حريص مؤدب مهذب، انما اكيد في الصحبه الخاصه جدا بيبقى منفتح شويه. انما في سنسيم لما كان يقعد في ناس بيجوا غرب يقعدوا معاه، تبص ليه متحفظ بيتكلم بادب، وهو فعلا مؤدب جدا. ده غير ما لهوش علاقه طبعا بالفكر والكتابه، دي حاجه ودي حاجه. انما في حياته الخاصه او حياته مع الناس في غايه الادب، عمره ما صد حد، وكان يمشي في الشارع يسلم على ناس لوحده، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، لا كان يبعد عن الناس وعاش مع الناس لغايه ما مات. كان بيقعد هنا في فندق سيسر على البحر، يقعد يحط عصايه يقعد كده، ولا ليه دعوه بحد ولا، والناس شايفينه اللي يكلمه يكلمه مفيش حاجه. كان بسيط جدا طبعا، يمشي في الشارع عادي بعصايته ومش خايف من حد ولا حاجه خالص. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه. الله يرحمه. رحت بيته؟ ايوه رحت بيته ان شاء الله بعد الحادثه 94. رحت له الاول مستشفى طبعا. طبعا مش اي حد كان يروح بيت نجيب محفوظ، يعني دي كانت صعبه جدا. لان هو كان ليه؟ لان هو كان بيخرج ست ايام وجمعه بيقعد في البيت. كان الخميس زي ما الحرفيش بيساعد مع اصحابه القدام. فهو حساب الناس بيته ليه؟ ترى بيقابلهم في الشارع او في الكافيتيريا خلاص. لما حس الحادثه سافرت انا القاهرة ورحت له طبعا. كان مستشفى الشرطة في الدور اخر دور فوق، حاجزين له زور اسويلة كده مكان اوضة، اوضة للست بتاعته وبناته الاثنين في وشه، واوضة الحراس جنبه. دخلت على الحراس لقيت اتنين ضباط قاعدين، عرفتهم بنفسي قالوا اتفضل استريح. بعته مخبر بليس سر قال له في واحد اسمه احمد ريان، قال له خليه يستنى، كان بيتغدى الله يرحمه. خلص الغدا وقال له خليه اتفضل، مع ان مش اي حد هيروح له يقول له اتفضل، لا يمكن. دخلت لقيته واقف، كان لابس هود شامبر احمر على بيجامه، واقف هو المريضه، لان مش هيقعد معايا هو، لا هو وقت نومه. دخلت خدته في حضني وخدنا في حضني وقال لي كلمتين، قال لي انا عارف اللي عندك وانت عارف اللي عندي. بص لله، بص كلمات قد ايه صغيره وقد ايه معبره. وصلته للسرير انا والمريضه، غطيته وسلمت عليه وانصرفت. لما طلع بقى وراح البيت، كنا في رمضان، لا ده كان في رمضان. رحت البيت طبعا، دخلت خبطت ودخلت. طبعا كان عندي بيت فيه مجرين، الدخله فيها مجرين قاعدين وكده. قلت لهم قولوا بس احمد ريان. قعدت معاه طبعا، حاجتين قاعدين مع بعض. قلت له اهو بص عندك الصاله بتاعتك كبيره اهو بقى، قوم بقى اتمشى برايح جاي. قال لي والله بعمل كده. قال لي حتى السجاير، هو كان طبعا كان بيشرب سجاير لما كان عامل عمليه في لندن 92، كان الدكتور قال له اشرب نجيب بيه 3 سجاير في اليوم، فكان ملتزم، هو لما بيعمل حاجه بالتزام شديد. قال لي انا بكتفي بقى هشربه ان شاء الله بره مع اصحابي لما اخرج بعد الظهر، في البيت هنا مفيش سجاير ولا حاجه. قعدت معاه قعده جميله جدا، جيت ماشي قال لا خليك قاعد، المزين جاي لي اللي هو الحلاق يعني. قعدت معاه الحمد لله قعده جميله كده وسلمت عليه وانصرفت. دي كانت زيارة البيت الوحيدة. وكان عندي معرفش ازاي ان انا اقدمت، لان انا كنت حاسس ان انا بعمل كده تلقائي مش واخد بالي، بس هو كان الرد بتاعه اتفضل في اي وقت، مع انه ما كانش حد بيزور في البيت خالص ابدا. كان في واحد بيروح له طبعا، خاصين واحد من الاهرام يروح له كل يوم يقرا له الجرايد، يقعد معاه الصبح في البيت يجيب له الجرايد كلها يقراها له ويمشي. ده كان بالنسبة لزيارة نجيب محبوس في منزله، مرة في المستشفى ومرة في البيت عنده. ايه هي أكتر مرة شفت فيها نجيب محفوظ متنرفز أو متعصب؟ أقول لحضرتك حاجة. كان في صاحبه اسمه عصام القنة، ده كان حبيبه جدا، ده كان محامي ساكن في كامب الزهر. ده كان يقول له يا عصم، يقول له يا عصم. عصام احنا مره قاعدين في سنسيب الجلسه بتاعتنا اليوميه بعد الظهر، فعصام بيقول له انا اجيب بيه، كان عصام ده جسوده كده مليان، انا اجيب بيه مكتب، قال له مكتب يوسف شاهين المخرج اتصل بيا وطلب تليفونك، فانا عايزه انا اجيب بيه. راح متنرفز اول مره اشوفه بهذه الصوره، قال له ليه يا عصام على تليفوني؟
عمري ما شفته عمل كده. فعصام طبعا راح. عصام كان اكبرنا سنا كلنا، عصام الان ده الله يرحمه توفى كمان عصام الان. فعصام سكت كده كل حاجه وخدني على جنب قال لي شفت احمد نجيب عمل لي ايه؟ شفت بقى انا كنت قد ايه قريب من نجيب محفوظ، مع ان عصام الان ده اهم واحد في حياته هو بالنسبه له. عصام الان عظم. قلت له معلش يا عصام انت برضه. المهم تاني يوم قابلت نجيب بيه عند سان سيرفو، كان في جزيره بين بيت نجيب بيه والفندق، الفندق القديم. بيت نجيب بيه كان في هناك ابو عوض، ابو بتاع السندوتشات. ايوه ابو عوض. ايوه دخل كان بيته هو في الشارع ده، الشارع اللي فيه ابو عوض سان سيرفو مش فوق. ايوه ايوه ايوه. كنت انا استنيته بقى عند الجزيره اللي. فجاه سلمت عليه وقلت له عايز اقول حاجه. قال لي خير؟ قلت له انت امبارح زعلت عصام وزعقت له احنا قاعدين ما صورتش حاجه. قال لي ايه؟ يعني هو تدارك الامر. رحت طبعا الجلسه جه عصام قلت له كلمت بيه مش حاجه وعدت، بس دي اول مره اشوفه بهذا. طب هو زعل ليه لما عطله تليفونه؟ لان هو مش عاوز حد ياخد تليفونه، لان هو مش اولا السمع عنده مش عالي، زائد ان هو يكلموه ليه؟ ما هو مش ما عندوش برنامج هو يقابل حد او يكلم حد تليفون خالص، هو ما عندوش البرنامج ده هو خالص. بس ايه اكتر مره شفته مبسوط فيها؟ هو مبسوط على طول. شوف على طول مبتسم وعلى طول وديع وعلى طول مؤدب وعلى طول يستقبل الناس بالحسنى. جميل. لا يعني مثلا سمع خبر شفته انبسط فيه فرح فيه. هو ذكي جدا يا محمد مظهر الله يرحمه. جدا موت احمد مظهر كان بالنسبه له حاجه تقيله قوي، لان هما الثلاثه في الاخر هو وطبيب صالح ومحمد مظهر دول كانوا يتقابلوا يوم الخميس، ما حدش يقعد معاهم. لا 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 هما الثلاثه بس. فكان مظهر اخر ايامه كان عيان يا عيني، فكانوا يكلموه في البيت ايه يا احمد تعمل ايه؟ هو نجيب يقول لهم لو عاوزنا يقول تعالوا لي، عاوز يخرج يقول لهم استنوني هنزل، مش عاوز يخرج يقول لهم لا انا هنام. دي اللي كان بالنسبه ليهم هم الثلاثه. دي اللي هو اخر حرافيش الاصليين بقى دول اللي هم بقى لهم مثلا 60 سنه مع بعض يعني. فكان اخرهم توفيق صالح واحمد مظهر الله يرحمه. وموت احمد مظهر طبعا اثر جدا جدا. طبعا. لا انا اقصد برضو ايه مثلا سمع خبر فرحه قوي، سمع شاف حاجه انبسط منها قوي. لا هو تعبيراته يعني اقصد يندهش، يعني تعبيراته اندهش اكتر منه يعني تعبير زي ما انت تقصد سعادتك. لا هو بيندهش ممكن للخبر يعني، انما هو وديع ومجامل ومؤدب وحبوب وناس تحبه، واللي يجي سلام على الترابيزه يستقبله ما يرفضش حد، ما يصدش حد، اللي عاوز يقعد معاه يقول له اتفضل. يعني كان ما شاء الله انسان وديع مؤدب. والله الله يرحمه هو مات وانا بتكلم بعد سبع سنين من وفاته او ثمان سنين. انا بقول الحق اهو، انا هقابل ربنا انا كمان، هكذب ليه؟ انما هو كان انسان مجامل ويمشي في الشارع لوحده بعصايته كده زي ما انا ماسك العصايه كده ومفيش حاجه. استقبل الناس، سلم على ناس في الشارع يقول لهم اهلا وسهلا. كان انسان بسيط جدا 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 جدا. استاذ احمد اتفضل يا فندم. كمل يا بابا. سنه السفنه دي كانت بالنسبه له حياه. كان بيقعد قبل كده كان بيقعدوا في بترو. بترو دي كانت على قمه الاقبال في شارع دمشق. كان فندق، كان مطعم عامل زي السفينه بتاع سمك. كان بيقعد كان بس كان جلسه توفيق بيه الحكيم. ما كانش جلسه نجيب محفوظ. كانوا بيقعدوا في بترو اللي هو بتاع السمك اللي على قمه الاقبال. دلوقتي بقى بتاع جاتوه مش عارف اسمه ايه دلوقتي بقى حاجه ثانيه. دي كانت جلستهم دي. وبعد كده راحوا سنه السفن. وبعد كده انا نسيت اسالك سؤال مهم، انت اتعرفت عليه ازاي؟ حاضر. صيف 89 كان اخويا الله يرحمه، اخويا انا محمد ريان اللي تنبأ له بنوبل بعد ولاد حارتنا. محمد اخويا انا قال لي الراجل ده يستحق نوبل، بس يا احمد قال لي كده هتعمل له حته دين فرقعه. اقسم بالله هذا حدث من اخويا ليا، هتعمل له حته دين فرقعه اللي هو اتضرب فيها. فكان اخويا توفى 88
فروحت انا ومراتي وولادي، عندي بنتين سنه صفر، وكان في القعده في الجنينه اللي بره ناحيه الترام الفندق القديم، وكان معايا مرات اخويا وبناتها الاثنين، قاعدين انا ومراتي البنتين ومرات اخويا البنتين. فانا قلت اقوم اتمشى من ناحيه البحر، فتمشيت ناحيه البحر لقيته قاعد مع صحبه، قلت اقعد معاه اكسفت، رحت راجع قعدت مع اخويا مع مرات اخويا واولادي وكده، فقلت ايه هم اروح، رحت رايح قلت لهم السلام عليكم. فكان نجيب بيقعد كده جنب واحد اسمه عرفته بقى حبيبي جدا اسمه السيد قناوي، كان نجيب بيقول له عرب، فقلت قناوي بصيت قال لي اهلا وسهلا، قلت له ممكن اقعد، كان في كرسي جنبه فاضي، قال لي اتفضل. فقعدت جنب السيد قناوي كده، انا كده والسيد قناوي كده ونجيب بيه كده، فلقيت نجيب بيه بعد شويه راح موطي كده قال لي ومين سيادتك؟ قلت له احمد ريان مدير المدرسه القوميه، قال لي اهلا وسهلا. وكانت لما خلصت الجلسه بقى قلت القناوي اللي كنت انا قعدت جنبه بقى ده بقى حبيبي طبعا جدا دلوقتي، قلت له ممكن اجي بكره؟ قال لي قوي، وكان بيكلمني على ابنه عاوز بالنسبه للمدارس وكده، وانا شغلتي انا بقى. فثاني يوم طلعني في المدرسه قال لي يا استاذ عملت ايه؟ قلت له سالت له بتاع، قلت له سيد استاذ سيد ممكن اجي؟ قال لي قوي. وكانت كان ايام بيقعد معانا بقى الله يرحمه الدكتور يوسف الدين عيسى الله يرحمه عميد الالف في اسكندريه، كان دكتور في كليه العلوم يوسف الدين عيسى، فاكره سيادتك؟ يوسف الدين عيسى كان هو نجيب بيقعدوا جالسين جنب بعض. بقيت انا اروح بقى بدري شويه ونجيب بيه كان بيجي في ميعاده، نجيب بيه بقى يعني معرفش انا ازاي دخلت كده يعني فيه كده الحمد لله، واستمرت العلاقه حتى وفاته. كنت بطلب طبعا في التليفون في القاهره، لما كنت بطلب في التليفون اقول للمدام بتاعته ربنا يديها الصحه سلمها، هي تقول لي لا بعدين يزعل هيكلمك يا استاذ احمد، اكلمه. جه في الاخر بقى لما تعب كنت بطلبه وهي تقول لي هو كويس، حتى الاستاذ رأفت من شهرين كده طلب لي البيت عنه، لا اكثر من شهرين طلب البيت ورد الست عليه كلمها وقال لها معاك احمد رامي الاسكندريه، كلمتها. الكلام ده من كام شهر كده بقى. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه. الله يرحمه. استاذ احمد ريان شكرا ليك جدا، وربنا يديك الصحه وطوله العمر. اشكرك. شكرا جزيلا. شكرا.